سلام من الله عليكم متابعي قناة جزيرة المعرفة الكرام. 11 من أغرب الأشياء التي تم اصطيادها حول العالم، ولكن إذا كنت مسلماً ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفضلاً وليس أمراً اشترك بالقناة لكي تصلك فيديوهاتنا أولاً بأول. يوجد حول العالم العديد من الكائنات الحية الغريبة والمخفية التي تنال إعجاب ودهشة الكثير من الناس، ولحسن الحظ بعض من الصيادين استطاع صيد هذه المخلوقات، وهذا ما كان يسبب دهشة الكثير منهم. ونحن هنا في هذا الفيديو سوف نشاهد معا بعضا من هذه الأسماك. سمكة لها ثمن. اندهش الجميع حينما تم نشر هذه الصورة للسمكة التي كان لديها ثمن، ولكنها كانت تعيش حياة صحية عالية. وعندما تم نشر هذه الصورة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي نالت إعجاب الكثير من الناس، ولم يستطع أحد من العلماء الوصول إلى تفسير لهذه الحالة الغريبة. ولكن يقول البعض أنه من الممكن أن تكون قد تعرضت إلى هجوم من قبل واحدة من الأسماك المفترسة، والبعض الآخر يقول أن التلوث البيئي من الممكن أن يكون واحداً من الأسباب التي أدت إلى هذا الشيء. سمكة التين. استطاع أحد الصيادين في مياه ألاسكا صيد هذه السمكة التي كانت تشبه التين، وهي تعتبر واحدة من الأسماك الجذابة التي تمتلك أعيناً كبيرة للغاية، كما يقال أن طول هذه السمكة لا يتعدى المتر. وفي الحقيقة إن العلماء لا يعرفون الكثير عن نوع هذا السمك، كما يقال أن طعم اللحم الخاص بها غير لذيذ، ولهذا فهو لا ينال إعجاب الكثير من الناس. حورية البحر. يقول الكثير من الناس أن حورية البحر تعتبر من الكائنات والمخلوقات الغير حقيقية والتي لا توجد بالفعل في الواقع، ولكن ما حدث في إندونيسيا نال إعجاب ودهشة الكثير من الناس، حيث أنه في عام 2018 يقال أن مجموعة من الصيادين استطاعوا صيد هذه السمكة، وانتشر حينها أنها حورية البحر، ولكن في الحقيقة هذا الشيء كان عبارة عن تمثال تم نحته من قبل واحد من الرسامين، وهذا يعني أن القصة غير حقيقية ومفبركة، وأن مثل هذه الكائنات لا توجد بالفعل في المياه. أفعى ثعبان البحر. تعتبر هذه الأفعى نوع من أنواع الأسماك المصاصة للدماء، والكثير من الناس يظن أن هذه الصورة عبارة عن صورة معدلة على برنامج الفوتوشوب، أو أنها تنتمي إلى أفلام الخيال العلمي، لكن توجد هذه السمكة بالفعل في الواقع، ويقال أن هذا الصياد في هذه الصورة استطاع صيد هذه السمكة باستخدام السهم، ولكن كانت توجد كمية كبيرة من الدم عليها كما هو واضح في هذه الصورة أمامكم. تستطيع هذه السمكة امتصاص كم كبير من الدم في جسم الفريسة. سمكة قرش المطرقة. تمكن أحد الصيادين من صيد هذه السمكة التي كان يصل طولها إلى 4 أقدام و26 بوصة، ومن المعروف أن هذه السمكة من فصيلة قرش المطرقة، ويقال أن عملية صيد هذه السمكة كانت تعتبر واحدة من العمليات الصعبة جداً. وعندما تم نشر هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي اندهش الكثير من الناس. تنين البحر. استطاع هذا المصور أسترالي الجنسية التقاط هذه الصورة لتنين البحر الذي كان قد نال إعجاب الكثير من الناس، ولكن لسوء الحظ إن هذا التنين كان يوجد داخل كيس بلاستيكي بسبب تلوث المياه، وهذا ما جعل هؤلاء الصيادين والغواصين يحاولون تقديم المساعدة له عن طريق تحريره من هذا الكيس. وتم نشر هذا الفيديو على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان الحفاظ على المياه من التلوث حتى لا تتضرر هذه الكائنات البحرية. سمكة الديناصور. استغرق هذا الأمر حوالي 30 دقيقة حتى استطاع هذا الصياد إخراج هذه السمكة من على عمق 7200 متر، واندهش الكثير من الناس عندما رأوا هذه السمكة، وازداد الأمر دهشة عندما تم نشر هذه الصورة الخاصة بها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض كان يقول أنها واحدة من الأسماك النادرة أو المنقرضة، ويطلق عليها البعض اسم سمكة الفقر،
حيث يقال أن طعم اللحم الخاص بها سيء جدا. سمكة كولكار، يقال إن هذه السمكة تعتبر من أقدم الأسماك التي تعيش على كوكب الأرض، ويقال أنها كانت تعيش في عصر الديناصورات لكنها انقرضت. ولكن في الحقيقة استطاع أحد الأشخاص اكتشاف هذا النوع من الأسماك الذي جعل الكثير من العلماء يدركون أنه لا يزال يعيش معنا في هذا العالم بعض من الكائنات التي كانت تعيش في عصر الديناصورات. ولهذا كان هذا الاكتشاف واحدا من الاكتشافات المدهشة التي نالت إعجاب الكثيرين حول العالم. سمكة القرش قبيحة في المنظر، يطلق عليها أيضا سمكة قرش العفريت، وهي تعتبر واحدة من الأسماك المخفية جدا. يقال أن طول هذه السمكة كان يصل إلى 6 أمتار، كما يقال أنها كانت تعيش على عمق 914 قدما. وفي خليج المكسيك استطاع أحد الصيادين صيد هذه السمكة، حتى أن الصياد قال أن طوال هذه السنين التي كان يعمل فيها لم يتمكن من صيد أي سمكة تشبه هذه السمكة من قبل. صيد السمكة من الشرفة، بسبب الحجر الصحي الذي يعيش فيه الكثير من الناس استطاع هذا الشاب شراء صنارة حتى يتمكن من صيد الأسماك من الشرفة التي يعيش فيها. لكن بالرغم من أنه يوجد على ارتفاع عدة طوابق على سطح الماء، إلا أنه بالفعل استطاع صيد هذه السمكة في مشهد مدهش للغاية. وبالفعل تم نشر هذا الفيديو على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما نال إعجاب الكثير من الناس حول العالم، حتى أن البعض كان يحاول تطبيق هذه الفكرة. أرشد قام بصيد مختلف الأسماك. هذا الرجل الذي كان يتجول في العريض من البلدان حول العالم استطاع صيد كم كبير جدا من الأسماك، وذلك بعد أن استطاع السفر إلى مختلف الدول الأخرى حول العالم، حيث سافر إلى حوالي 63 دولة وحوالي 137 ولاية. ويقال أنه اصطاد حوالي 1800 سمكة، ومن خلال العديد من الصور كان من الواضح أنه استطاع صيد مختلف الأسماك حول العالم. وهذا يعني أنه استطاع وضع أرقام قياسية جديدة في صيد مختلف أنواع الأسماك من مختلف الأماكن في العالم. نصف سمكة القرش الخطيرة. في يوم من الأيام على أحد هذه السواحل استطاع هذا الصياد صيد هذه السمكة الغريبة التي كان من الواضح أنه استطاع صيد نصفها فقط، فهذا يعني أنه من الممكن أن تكون السمكة قد تعرضت إلى هجوم بعد أن شبكت في الصنارة. ولهذا اندهش الرجل بعد أن قام بتصوير هذه السمكة ونشر هذه الصورة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا جعلها من أغرب عمليات الصيد التي تمت حول العالم. إذا أتممت هذا الفيديو فصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. كل الحقوق محفوظة لدى قناة جزيرة المعرفة. السلام عليكم ورحمة الله.